تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، انطلقت أعمال المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي بمركز عيسى الثقافي تحت شعار تطوير النظام الصحي الرؤية الخليجية تجاه تطبيق الضمان الصحي بتنظيم من المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم استعراض خطط تنفيذ التأمين الصحي الوطني والطرق المثلى في إدارته. مشاركة خليجية ودولية واسعة النطاق استعرضت مجموعة من الأفكار حول تنفيذ خطة التأمين الصحي الوطني والطرق المثلى في إدارته من خلال المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي الذي انطلقت أعماله اليوم. يعد المؤتمر الأول للضمان الصحي، المؤتمر الخليجي الأول للضمان الصحي، من المؤتمرات المهمة اللي راح تعتبر نقطة انطلاق لدول مجلس التعاون لمناقشة موضوع التغطية الصحية الشاملة. أعتقد الكل الآن، كل الدول تؤمن أن الأنظمة الصحية بوضعها الحالي لا يمكنها أن تستمر في تقديم خدمات ذات جودة بدون أن تتوفر تغطية صحية شاملة ويتم مراقبة الجودة. البحرين طبعا استدعت الخبراء في هذا المجال لتباحث الآراء في التطبيق وأفضل السياسات للتطبيق، وإن شاء الله احنا راح نشارك بورقة عمل عن كيفية ضمان جودة الخدمات الصحية في القطاع الصحي الخاص والعام أثناء تطبيق الضمان، وراح يكون أيضا للمواطن فرصة أنه يختار مقدمي الخدمات اللي هو يجد أنهما مناسبة لهم، وكذلك اختيار الرزمة التأمينية اللي يحس أنه ممكن يشترك فيها. أنا رعاية صحية الأولية في البحرين معروفة بمدى تطورها على مدى السنوات اللي طافت، وهي طبعا تعتبر من أقوى الرعايات الأولية الموجودة على مستوى الوطن العربي. فإحنا اليوم بنتكلم عن شنو نقاط القوة اللي عندنا في البحرين، شلون نقدر نستثمرها في الضمان الصحي، شلون ناخذ الأفكار الوطنية والعالمية والإقليمية على أساس نقدم أفضل خدمة إلى المواطن في هذا الفترة الجاية إن شاء الله مع الضمان الصحي. يعد المؤتمر من أبرز المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين لتشجيع المزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجال التغطية الصحية الشاملة وتعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. إن الأنظمة الصحية بدول مجلس التعاون الآن لابد أن تتواكب مع التطور في الأنظمة الصحية العالمية، ومنها الجانب التمويلي، ولذلك يأتي الضمان الصحي من أولويات العمل الخليجي. نأمل أن تناقش هناك أوراق عمل مبنية على تكاملية أنظمة الضمان الصحي في دول مجلس التعاون لكي ترقى الخدمات الصحية. نشعر بالفخر الشديد لمشاركتنا في هذا المؤتمر المختص بالضمان الصحي وكيفية تطبيقه في المنطقة، خصوصا وإن حكومة البحرين تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا في هذا الجانب. ومن جانب آخر تأتي مشاركة الحكومة الروسية لتساهم في تطوير المنظومة الصحية في المملكة وتحقق في ذات الوقت الأهداف التي يسعى إليها المشاركون في المؤتمر. مناقشات مستفيضة بين المشاركين في المؤتمر تناولت أفكار متنوعة بشأن إصلاحات الضمان الصحي، مع تحديد أدوار المشترين في المستقبل ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والدور الجديد لمقدمي الخدمات الصحية الخاصة وشركات الضمان الصحي، بالإضافة إلى تحديد الدور الهام لنظم المعلومات الصحية. خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.